السلام عليكم، اهلا اصدقائنا الاعزاء. اليوم جبنا لكم حقيبه، ما اعرف شو اسميها، اسميها حقيبه بيضاء، لا اسميها الحقيبه العجيبه، لان المحتويات مالتها كلش راقيه. هذه شنو محتوياتها؟ هذه حقيبه تاتو متكامله، اللي هي تحوي على، خلينا نقول اوكي نبدي من هنا، جهاز تاتو 3D، جهاز تاتو 3D كهرباء، وهذا الشحن مالته، اذا يشتغل كهرباء وشحن، وياه 3 اوبر. هاي انت هنا هاي الاوبر مالته البرغي، هاي اول شيء. شنو وياه؟ وياه مخدر، هذه هم انت هنا من عندها، زين، وياه احبار اسود واحمر. هذه الاحبار انا اسميها برايي تعليميه، بالسوق هاي الاحبار تنباع ب 10 وب 15000، بس انا اسميها تعليميه. هاي انتهي من الجهاز تاتو 3D. يجي ورا شنو؟ يجي ورا قلم مايكرو بيلدينج 6D، هذا وياه. شو يجي وياه؟ تجي وياه 6 شفرات، هنا انا خليهن 6 شفرات مال 6D. اذا هاي صار شغلتين، الشغله الثالثه ها، وهذه جلده حتى اذا ما مارسه على القلم ال 6D او المايكرو بيلدينج هنا تجرب. شو يجي وياه؟ عندنا ثالث شغله، ديرما رولا، هذه للبشره يسوون بها جلسات، زين، وياها اكو سيروم كولاجين. هذه ثالث شغله. رابع شغله وهي المفاجاه، انه وياها جهاز ديرمابن. هذا جهاز الديرمابن دخلناه بهذا العرض على مود نسوي عرض حقيقي واقتصادي بنفس الوقت. جهاز ديرمابن تجي وياه اوبرتين، الابره رقم 12. اذا هاي المجموعه كلها اللي هي جهاز تاتو 3D زائدا احبار اثنين تعليميه زائدا مخدر زائدا 3 ابر زائدا قلم مايكرو بيلدينج زائدا ديرمارولا زائدا ديرمابن زائد 6 شفرات، نسينا هاي المسطره وياها القلم، كلهم ذني العرض سعره 135000 دينار. اللي يريد يطلبه خلي يطلبه، لان الكميه مالته فعلا محدوده، يعني قليله، لا اقول لكم ولا تقولوا لي. شكرا جزيلا.